انت من يوم ما مسكت المقبره عمرك ما نزلت تشقر على اهل الكفر، اشمعنى النهارده؟ انت حتى عريس. ما يخصكش، انت تسمع الكلام وتنفذه وتقول حاضر وبس. واضح انك فاهم غلط. انا مش غفير عندك، انا هنا كبير، كبير الغفر، والعهد مكتوب لي فيه نصيب من رزق الكفر. بسمع كلامك عشان انت الكبير وده حق عليا، لكن مش لدرجه ما يخصكش. مش عايز ابقى لوحدي في المقبره. لوحدك ازاي؟ جرايه زينه، قلت لك يا اخي عايز ابعد عن المقبره وخلاص. اجهز لك الغفر حالا. هي فين البنت فتحي؟ نزل يزور حال الكفر. وزينهم نزل معاه؟ معرفش. وانت مالك مش على بعضك كده ليه؟ مفيش يا ستنا. طب روحي نادي لي حد من الحشاشين. حاضر. طب الكفر خلاص خلص، تحب تطمن على نطاط الحيط بالمره؟ انا مالي ومال نطاط الحيط؟ ما انا بصراحه مش فاهمك، كفر ايه اللي نازل تطمن عليه؟ الفكره دي مش داخله دماغي خالص. حد يكون متجوز واحده زي البدر ويسيبها وينزل لاهل الكفر يقول لهم ايه احوالكم؟ انت عارف كويس قوي انها اتجوزها غصب. ايوه بس حلال. في حد بقى يسيب حلاله ويعمل اللي انت بتعمله ده؟ ما ترجعش إلا وفتحي في إيدك. تحت أمرك. فين مهيب؟ عايز يقعد لوحده. هو في إيه؟ هو إيه اللي في إيه؟ إيه اللي بيحصل بينكم؟ ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه يا زينهم. أي حاجة بتحصل في الكفر جوه أصغر جحر فران لحد المقبرة يخصني. لا الكلام ده ما يسريش عليا، ولازم تفهم حاجة يا زينهم، أنا وأنت مش راس براس. جايز نكون في صف واحد لكن مش راس براس. وبدل ما تشغل نفسك باللي بيحصل ورا الدورة في المقفلة، اشغل نفسك بحاجة أهم. أنا عايزة علاء. روح خد أي عدد من حشاشيني واطلع بيهم مع غفرك، وما ترجعش إلا وعلاء في إيدك. عوض عليا، عوض الصابرين يا رب. ليه يا رب ربطتني بخيب الرجا ده؟ يعني هتسوقي فيها؟ وبعدين وانا بقول لك ضاع، انا بقول لك اتسرق، يعني اعمل ايه يعني؟ ودي حاجه تتسرق؟ الله يخرب بيتك، ده العهد. طب بدل ما تقطميني كده تعالي نشوف حلي. وبعدين مال عينيكي مورمه كده ليه؟ كانك مقطعه نفسك من العياط. اتجوزه. مبروك. هو ايه اللي مبروك؟ الجواز بيتقال عليه مبروك. بيتقال لهم هم، ما يتقاليش انا. قال مين بقى؟ سوسن ومهيب. يعني بالسرعة دي؟ بس أنا مش حاسبها تكمل في اللعبة دي، مش حاسبها تسرق كل حاجة تخصني. بكفاية كده بقى. هتعملي إيه؟ لما أقابله الأول. وأنتي كان في حاجة بينك وبين مهيب؟ بعد لما أقابله بقى بجاوب على السؤال ده. هتستناني هنا ولا هتيجي معايا؟
هاجي معاكي، انا كمان لازم اقابلها. يلا. انت هو اللي ما صحتش واللي جاي المره دي وايدك فاضيه. تخافيش، انا مش جاي ادفن، انا جاي ارتاح. جنبي؟ جنب الميتين، ده اكتر مكان برتاح فيه. قصدك جنب اللي قتلتهم واللي لسه هقتله. كفاياك بقى يا مهيم، اقتلني انا وريحهم وارتاح معاهم. انت فاكر ان انت كده بتنتقم مني ومنهم؟ انت بتنتقم من نفسك. اللي ما يرتاحش غير جنب قبر اللي قتلهم يبقى بينتقم من نفسه. حتى لو مجرد ان كل ده بيحصل قدام عينيكي وإن عزرائيل بيعدي يمسي عليكي كل ليلة، ده بالنسبة لي كفاية. حتى لو بنتهي من نفسي. مش كل ليلة، العروسة الجديدة ما جاتش. لا دي قدامها شوية وتوصل هنا. مش سهل برضو قتل اللي هتعدل المال. سحر؟ سوسن، أنت اتجننت؟ دي تطير فيها رقاب. الجوازة دي تحضير حفرها لك الضوي عشان تقع فيها. تعرف يوم لما تقتل سوسن هتبقى بتعادي مين؟ الضوي والحشاشين وأهل الثلاث كفور اللي فاكرين إن هي اللي هتعدل المايل. أوعى يا مهيب، أوعى. قتلها مش هيبقى زي قتل الباقيين. هيبقى مشوار طويل شوية. آخره إن اللي هتعدل المايل زهقت من الحياة وسابت الدنيا تولى وفرقت للسماء. هتنتحر؟ دلوقتي احنا هنقسم نفسنا، انتي والمسجوده تنومه تخطفوا لي النسوان اللي هنخطفهم عشان نجنهم، وانا هسهر لرايا، والبنت سندس هتجند حراس رايا يبقوا معاها. قولي لها ستك بتقولك تجندي حراس رايا يبقوا معاكي. وهعمل ايه بحراس رايا؟ هو كتر بقى مفتوحه وخلاص؟ ده غير ان حكايه نقل الكلام دي زهقتني. قولي لها تظهري زي ما كانت بتظهر. قولي لها تسمع الكلام وهي ساكته. انا كبرت القعده بدل ما لبش جتتها، والزهور ما بقاش بلوش بقى على القد. ستك بتقول لك اتوكسي اخره صبري وتهدي واسمعي الكلام،
بدل ما اقوم اجيبك من شعرك واحطك تحت فخدي وابرك عليكي زي ما بيبركوا على ذكر البط. ستي برضو اللي بتقول الكلام ده يا خالتي. قولي لها انت يا تنومة ان ستها ملهاش في كلام العوالم ده، وقولي لها تنفذ الاوامر وهي ساكتة. انتي تنفذي الاوامر وانتي ساكتة، تنفذي الاوامر وانتي ساكتة. يو انتوا ما بتنقلوش الكلام صح ليه؟ طب تصدقوا تؤمنوا بالله اللي ما هتنقل منكوا الكلام صح بعد كده؟ لا هعمل فيها زي ما قالت سكين. يلا يا اختي انتي وهي ومختفوا النسوان، عندنا شقة. استعنا على الشقة بالله. دخلتي هنا ازاي؟ مش مهم، المهم اني محتاجالك زي ما انتي محتاجالي. انتي عزك بيروح منك وانا محتاجه عزوه علشان انجد الكفور من الوبا اللي رايحه فيه، فنحط ايدينا في ايد بعض. انتي استمنوها سلاما قولا من رب الرحيم. انا طهقت بقى، هو انا بطلع لكم بقرنين وديل وبقول عو؟ ما تتمسي وتركزي في اللي بقوله لك. ها قلتي ايه؟ عوالم على اخر الزمن عايزانا ابقى عالمه. لا مش انت بس، ده انت وكل حراس رايا. انت اكيد اتجننتي بشوقك، بس احب افهمك ان ورا كل اللي بيحصل ده الضوي. ولو بكره رايا ترجع وكل حاجه ترجع لحالها. ايه قولك بقى ان رايا لما هترجع هترجع معانا؟ بعد ما ابقى معاكم هنعمل ايه؟ هنعمل كتير، احنا لازم نبقى ايد واحدة. الدوي خلاص بقى، اخطبوط ايدي بقى الدايلة كل مكان، ولسه لو ملحقناش نقفله من دلوقتي التلات كفور هيبقوا كفر واحد زي ما هو بيتمنى، وانا مش بقدر ابلي كل شنكان. لما بعمل كده بضطر، واللي بخطط له بيتكشف، فلازم يبقى في بيني وبين الناس همزه وصل. هفهمها لك بعدين قبل ما تسالي. انت كنت كبيره كفر وليكي كلمه وهيصدقوكي. اقفي معانا يا ري وكفاري عن عمله العهد اللي شاركتي في كتابه. وهتخرجيني من هنا ازاي؟ ابقى كدابه لو قلتلك في دماغي خطه، بس مش حاجه طالما قلتي امين. امين. مش قلتلك مش هتقدري؟ بس احنا لا بنعرف نغني ولا بنعرف نهز، احنا اخرنا نضرب. يا اختي وانا بقول لك رايحين ناحيه زفه، احنا هنجرسهم. هم عايزين يكتمونا زي ما انتوا كنتوا عايزين تكتمونا، بس احنا محدش يقدر يكتمونا. ووقت الجد هنضربهم، يعني دي ميزه مش عيب. بس انا بقول لك اهو، لو ريا مش معاكوا انا مش معاكوا. يا اختي لما ريا تبقى ترجع يبقى حلها الف حلال، لحد ما هي ترجع انت معانا. وبعدين تعالي هنا. يعني ايه ما بتعرفيش تهز؟ مش انتوا اصلا دخلتوا على مصلحي بالرأس؟ ده كان زمان وجبر. الحاجات دي ما بتتنسيش يا حبيبتي، هم هزتين وتلاقي كل المواهب رجعت. هتخسري استمنوها، وهو الدليل. ما نفعش ما تظهريش لحد. ما يخصكش، ولما باخسر ابقى اتحزم وارقص، غير كده مالكش عندي. ما تحط ايدك في ايدينا بدل اللفه الطويله دي. انا ما غلطتش ولا غلطه في حياتي غير اني حطيت ايدي في ايد حد منكم زمان. بس دي ما كانتش ايده اللي اتحطت، والنتيجه ان سلسله سم، وبقى في حته مني معديان سوسن.
هي دي الورقة اللي احنا هنخش بيها. لو حكمت ان اقتلها وادفنها بايدي لاجل الخساره هقتلها. تعمليها؟ انت ياما عملت حاجات زي كده. الدنيا بقت متلخبطه قوي، الواحد ما بقاش عارف يحط ايده في ايد مين. لا يطلع النهار يلاقي اتخسف بيه الارض. بس الوقت بيعدي، وطول ما العهد القصري مش تحت ايدينا مش هنقدر نسيطر على المغارة. وقت الجد هقوم، ساعتها اجيب عليها وطيها. خليهم بس فاكرين ان احنا عايزين العهد عشان نحكم الكفور. بس انت عارف ان امتك مش مهم. المهم ان العهد يبقى معانا قبل ما الحول يخلص. ده اللي مجنني، بس نفسي اعرف استمنه بتدبر ليه. حضر لي مجموعه منكم هنطلع الجبل. تطلع الجبل تعملي ايه دلوقتي؟ هطلع اصطاد. تصطادي؟ تصطادي ايه يا سجاج؟ وفي ايه في الجبل تصطادي؟ وبعدين من امتى الحكايه دي؟ لعمره ما شفتك اصطادت يعني. هصطاد بني ادمين، هعمل زي ما كنت بتعمل انت زمان، هشوف كم واحد من اللي ما بيدفعوش الجبايه واطلقهم واطلع وراهم اصطادهم، بدل ما انا قاعده كده زي قلتي. مش كده بنفذ لك قوانينك يا ضوي؟ وحبكت تنفذيها دلوقتي؟ اه حبكت. في منع؟ خلصنا، اعمل اللي انت عايزاه يا سجاك. أبي مش ابن الضوي ده، الخيط اللي هيخرجك من عندك. مستنياكي في كفر النسوان، أقصد باب الجنة. أربعة متشمللين قوي وراجعين لي بأربعة. ما هو الخطف مش بالسهل يستمنوه، ده غير إن الحشاشين في كل حتة. والشملولة التانية فين؟ على باب الجنة وقفنا يا جدع، أكمل حاكمنا وهو مش جدع. على باب الجنة وقفنا يا جدع، أكمل حاكمنا وهو مش جدع. شايفة؟ أهي دي من سلسلة دياب راجعة منصورة، مش أنتي؟ ها استمنوها بتقولك إيه؟ قولي لها استمنوها دي مش بتلعب معاها في ساحة الكفر. اسمي ستة. بتقولي قولي لها يا ستي. انتوا بتكلموا مين انتوا الاتنين؟ مش مهم تفهمي دلوقتي، هبقى اشرح لك بعدين. طيب قولي لها انا عملت اللي هي طلبته مني، احموا بعض انتوا بقى لحد ما ارجع لكم بعدين. ادوها، جيبوا عليها وطيها. ايه عامله دوشه ليه يا رايه؟ اوعى تكون صدقت ان انا فعلا بقيت مكسوره الجناح وهعدي اللي حصل بالساهل. مش بمزاجك، خلاص خلصت والكفر بقى بتاعي. ده انت لولايا ما كنتش قدرت تبقى مولانا اصلا. ولا نسيت؟ نسيت يوم ما جيت لي جاري عشان نحط ايدينا في ايدين بعض ونغير العهد؟ ما كانش ده الاتفاق يا ضوي؟ اضل واضح حكمته. بعدين انت اللي ما حافظتيش على اللي في ايديكي، جريتي ورا فكره هوستك وخليتك تضيع كل حاجه، واديك اهو مرميه قدامي خيبه الرجا. انا عايز اسالك سؤال، انت بتعمل كل ده ليه؟
هتاخد ايه من الدنيا يعني؟ وما تقوليش بقى الحق والخير وقال الله وقال الرسول. عايزه كلام بجد، عايزه كلام لو نزلت بالسوق ابيعه واشتريه. عايز سلسال الضوي يفضل حاكم الكفور ليوم الدين. انت فرقت ايه عني بقى؟ وبعدين تقصد مين بسلسال الضوي؟ بنتك سوسن؟ وأبي؟ ما هو مسير ربنا يشفيه برضه. بس أبي مش من سلسالك يا ضوي. مش ابنك. جرجرني من كفر الكفر بأمارة ايه؟ سرقة سريقة ولا نهبة نهيبة؟ ولا كنتش انا اللي سرقت العهد؟ عرفت منين يا فتح ان العهد اتسرق؟ ستنا؟ تنتي عرفت منين العهد اتسرق؟ انت مالكش كلام عليا. انا ليا مبروكة اخد ودي معاها على راحتي. سيبنا لوحدنا يا زينهم. البت دي خطر علينا باللي عارفاه ده. فتحي دي نادري ما تخافش منها. ها قولي لي بقى عرفتي منين؟ انتي عارفه يا ستنا اني بدخل واخرج من المقبره براحتي، فسمعت طرطيش كلام. طب طرطيش الكلام دي تفضل جوه نفوخك وما تخرجش بره دماغك ابدا، فاهمه؟ كاني ما سمعتهاش. احكي لي بقى يا ستنا، الجواز حلو؟ اتلمي يا بت. والنبي والنبي، ده انا خدمتك هتخبي على خدمتك؟ ما جربتوش عشان اعرف حلو ولا وحش. ما جربتهوش ازاي؟ هو ما حصلش ولا ايه؟ ما حصلش. لا اله الا الله يا صحر. محمد صلى الله علاء. طلع لك مهيب ازاي من المقبره؟ انا بس يا بنت الحلال، انا مطلوب القبض عليا. وانا لو قربت من المقبره هتمسك. ده ما كانش ليه لازمه بقى نيجي من الاساس. انا عايزه تعبان. يلا تعال. اديني الامان. اخلصي.
مش يمكن عشان حاسس ان اللي نايم جنبه على السرير ده واحد صاحبه؟ يعني ايه واحد صاحبه؟ يعني واحد صاحبه، ما تبصي لشكلك ولا تبصي للبسك، من الاخر هو اتجوز كبرت الحشاشين. ده انا لو مكانه هخاف اقرب لك. ده اللي عيب. فتحي انت اكيد اتجننتي. ليه؟ لا هو عيب ولا هو حرام، ده حلالك. افردي له شعرك، بيني له كتافك، ارقصي له. ارقص له؟ اقول لك تعالي معايا وانا هوريكي. قمر والنبي قمر. زينهم فين؟ في ايه يا مهيب؟ ده تعبان. انا عارف انه تعبان، مش روح فعلا. الله يرحمه. واللي بتدفنهم في الزنزانه مش ارواح. خلصنا. كان مكتوب ايه على الحيطه؟ مستنياك يا مهيب الجنيه. ادفن التعبان ده، ادفنه دفنه محترمه. اهو كده، اهو كده يفتح باب الاوضه يلاقي واحده ست. مش غفير انت عايزاه يشوفني كده؟ استحاله. مش حلالك يا ستنا. جايه برجليك؟ امال يعني هاجي طايره؟ لسه لسانك زي ما هو. ايه اللي هيخليني اغيره؟ جايه لي يا سحر وعايزه ايه؟ جوزتها لي. واللي كان بينا؟ اللي كان بينا؟ اللي كان بينا خلاص خلص من بعد اخر مره اتقابلنا فيها. خلص بالنسبه لك لكن ما خلصش بالنسبه لي. ولا كلمه من اللي قلتيها صدقتها. ما يخصنيش طالما انت اللي مش مصدق. ما يخصنيش، انما انا قصدت كل حرف نطقت بيه. طب ما احنا فيها، ما تقبضي عليا. طب وانا؟ انت عدوتي يا صاحبي. لو انا عدوتك فعلا اقبض عليا دلوقتي. لسه وقتك ما جاش. يعني مش عشان لسه بتحبني؟ بلاش بقى سيرة الحب والكلام ده، لأن لا أنت ولا غيرك يعرفوني. مش هقبض عليك. طالما العهد مش في إيدك مش هقبض عليك. هو ده بس السبب؟ آه يا علاء، هو ده السبب. وهقولها لك تاني، اللي بيني وبينك خلص. إحنا بقينا عدم. طب لو رجعت في كلامي نفذت كل كلامك امشي
امشي يا علاء، انا ما بقتش حره نفسي خلاص، انا اخترت اكون اللي هتعدل المايل، وده حمل تقيل ملوش اخر. ونصيحه من واحده ما كانش ليها في الدنيا غيرك، رجع العهد عشان انت مش قد اللي جاي. انت مضحوك عليك يا مهيب، انا اللي هتعدل مين مش سوسن، وزي ما انا كنت كبيره عيره هي كمان نبوءه عيره. دي كذبه كبيره؟ لا مش كذبه، ده حقيقي والله حقيقي. قالوا الحرام يحلف. امشي يا صحر، امشي، ما تورينيش وشك تاني. انا هسيبك بس المره دي عشان اليومين اللي كنت بشوفك فيهم وشي كان بيضحك لوحده، بس المره الجايه اللي هشوفك فيها هشوفك في الزنزانه. مش هحلف يا مهيب، أنا حسبت لك من غير حلفان، ومش أنا اللي هدخل الزنزانة، أنا هخلي الناس هي اللي ترمي سوسن في الزنزانة. في إيش ولا صح؟ طب ناوي على ايه طيب؟ ناوي اهل الكفور كلها تعرف ان سوسن مش هي اللي هتعدل المايل.